القاهرة والناس تقدم منى عرائي تكشف أخطر القضايا. تجارة الآفاق. أنا عندي استعداد أخليك تلف المنطقة كلها. المخدرات. هيجي دلوقتي جايب لنا جرام. ما تخافيش تعالى. يا نهار أسود. لا عايز أبطل بجد. لأن كله بقت استسهال. الدعارة. شفت واحدة كانت بتقولي بابايا بينام معايا. على فكرة أنا الكل في الكل هنا. عايزين صباعين ولا صباع ولا حتة. التزوير. دفاتر جايبها من الوزارة عندي في المدرسة. كنت بحب شاب واختصاب ويطلع أصلا بنات. فعلا معاملة مجافلة فوق ضربناه ومش عارف هو السالفة. ليه يا صاحب مجنة؟ وزنها 153 كيلو. يعني كله بالاتفاق مع الغفير. النصب والاحتيال. أنا دلوقتي هندفعله أولى ثانوي. مفيش كلام دي. لا أنت ممكن تدخل ابنك على حسابه. أنت ما صدقتش إن أنا هقدر أكمل معاك. مش هتكمل صح والله. مش. حصريا برنامج المستخبي على الخريطة الجديدة للقاهرة والناس في شهر سبتمبر. أهلا بكم في العاصمة.